الناس اللي في النظام حراسين على مصر اليوم في هذه التجربة أكتر من بعض الناس المنتسبين للمصر اليوم، وده أمر غريب جدا. يعني لا حد عنده غنى عن المصر اليوم، ولا حد عايز يقفل المصر اليوم، والناس ممتنة لوجود المصر اليوم، وهو جورنان وطني ومنبر محترم وفيه فرايتي ما حصلش. خلونا نجتهد نقدر نعمل لهم موارد ماليه ابسط، نوزع اكتر، نجيب اعلانات اكتر، نعمل بروموشن اكتر، فخورين بجورنالنا فنعمل مردود.